مما لا شك فيه أن النظام الأساسي للدولة قد تضمن العديد من النصوص التي تحوي المبادئ ذات الصلة بالحقوق والحريات، فقد كفل حماية الحرية الشخصية، وقرر عدم جواز القبض أو الحجز أو تحديد الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون، كما بيّن عدم جواز تعرض أي إنسان للتعذيب المادي أو المعنوي كما نصت عليه المادة 20، ونصت على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع،